نشرت الأخبار من 218 والتي نستهلها بأبرز العناوين. مالطا تطالب بزيادة التمويل لإعادة المهاجرين من ليبيا. معيتيك، الاتفاق السياسي ركيزة لحل الأزمة في ليبيا. ترامب، سنقتلع داعش من جذوره. أهلا بكم. استبقت مالطا قمة رؤساء الاتحاد الأوروبي لبحث اتخاذ خطوات جديدة بشأن الهجرة غير القانونية نحو أوروبا انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط وتحديدا السواحل الليبية، بمطالبة الأوروبيين بزيادة التمويل لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، حيث يتضمن الاقتراح المالطي إعادة المهاجرين الذين أصبحوا في ليبيا بعد فشل هجرتهم إلى دول أوروبية إلى دولهم الأصلية. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى وجود ما بين 700 ألف إلى مليون مهاجر في ليبيا، فيما تهدف المنظمة إلى مساعدة 7000 شخص تقطعت بهم السبل هناك بالعودة إلى بلدانهم هذا العام، علما أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتلبية التمويل المالي، لكن مالطا تريد رفع عدد المهاجرين الذين يقبلون العودة طواعية إلى بلادهم. من جهتها، أدانت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني تصريحات الرئيس البرلمان الأوروبي حول إنشاء معسكرات لاستقبال اللاجئين والمهاجرين في ليبيا. الوزارة قالت إنها تستنكر تصريح الرئيس معتبرة إياه تعديا على سيادة الدول، مضيفة أنها تؤيد الشق الثاني من اقتراح المتعلق بتنمية أفريقيا، داعية إلى إطلاق مشاريع استثمار وتنمية في البلدان المصدرة للهجرة بدلا عن توطينهم في بلد عبور مثل ليبيا، مشددة على أن ذلك يعتبر السبيل الأمثل للتعاطي مع الشأن. نبقى في ملف الهجرة، حيث تضاعف أعداد المهاجرين إلى إيطاليا، إذ رجعه المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية إلى زيادة خطورة الظروف المعيشية في ليبيا بعد التقديرات الأخيرة للأعداد التي وصلت خلال أول شهرين من العام. التفاصيل في هذا التقرير. مع أي قرار واجتماع يعقد بشأن المهاجرين، تزداد أعداد المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط الذي اتشح بالسواد نتيجة غرق المئات من الفارين عبره. لهذا تتوافد أعداد متزايدة من المهاجرين هذا الشتاء إلى إيطاليا نتيجة جهود السلطات الأوروبية لإغلاق طريق الهجرة انطلاقا من ليبيا. ففي الأيام الأخيرة وصل أكثر من 2700 مهاجر تم إنقاذهم إلى إيطاليا، ما يرفع عدد الوافدين إلى أكثر من 12 ألف هذا العام، وينطلق المهاجرون من ليبيا في موجات تجعل أي مقارنة خلال بضعة أسابيع فحسب عملا دقيقا. ففي فبراير 2015 قضى أكثر من 330 مهاجرا في عاصفة برد أثناء عملية إنقاذ مهولة. فيما أحصت الأمم المتحدة حوالي 350 قتيلا أو مفقودا، وقبل أسبوع عثر على جثث 74 مهاجرا على شاطئ قرب طرابلس. يذكر أنه وفي مطلع فبراير وقعت روما وطرابلس مذكرة تفاهم من أجل الحد من توافد المهاجرين بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وستشارك إيطاليا بموجبه في تدريب قوة خفر السواحل الليبية وتزويدها بزوارق سريعة ومعدات، وأن الليبيين سيبدأون في غضون أشهر تولي مهام إنقاذ المراكب وإعادة الجميع إلى أراضيهم، لكن العودة إلى ليبيا هي آخر ما يرغبه المهاجرون الحالمون بنعيم الشواطئ الأوروبية.
عشية الزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى موسكو. ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى جاهدا عبر فريقه السياسي في الكريملين إلى إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بأن توجه دعمها إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر تحت لافتة ضرب التنظيمات الإرهابية، وسط مخاوف مشتركة بين روسيا وأمريكا من أن تتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهاب. وتلفت الصحيفة في تقريرها إلى معلومات متداولة بشأن إرسال روسيا مستشارين عسكريين إلى ليبيا من أصول شيشانية يتقنون اللغة العربية في مهمة لتقديم الدعم والاستشارات العسكرية للجيش الوطني، الأمر الذي نفته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا بالمطلق. جددت الجزائر تأكيدها على أن الحوار بين الليبيين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد. الموقف الجزائري جاء على لسان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي عبد القادر مساهل خلال لقاء جمعه وعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتي أمس الثلاثاء، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود الحوار الليبي لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. مساهل لفت إلى أهمية وجود عناصر القدرة لدى الليبيين واستعدادهم التام للحل السياسي وإرساء المصالحة الوطنية في ليبيا بالحوار، وهي الرسالة التي توجهها الجزائر للكل الليبي بحسب ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية. معيتيك من جانبه أشاد عقب المباحثات بالجهود التي تبذلها الجزائر في تعزيز الثقة بين كل الأطراف الليبية، مؤكدا أن الاتفاق السياسي هو الركيزة التي تتمحور حولها كل الجهود. نعي جميعا أن الاتفاق السياسي هو الركيزة التي تتمحور عليها كل هذه الجهود، كذلك تطمن إخوة الجزائر أن الوضع الأمني في ليبيا أفضل، والمجلس الرئاسي يقوم بشغل حديد لتمكين الأطر الأمنية والعسكرية من أخذ دور بناء المؤسسات. ما حصل في مدينة سرت وانتهاء المعارك ضد الإرهاب فيها كان أكبر شاهد ودليل على قدرة الليبيين على أن ينجزوا وأن قادرين على حماية وطنهم بكل الأطر الوطنية والقدرات ومساعدة الدول الصديقة ومن بينها الجزائر، وكان لها دور فاعل جدا في دعم لوجستيا هذا الموضوع. كذلك نحب أن نؤكد على استمرار دور الجزائر في الحد كل الأطراف على أن يكون لهم دور فاعل ودعم استمرار الاتفاق السياسي وما بدأ. إلى ذلك حدد رئيس المجلس النواب المستشار عقيل الصالح الاثنين المقبل موعدا أخيرا للانتخابات لجنة الحوار الجديدة الممثلة للمجلس، مضيفا أن البرلمان سيناقش قضية هيئة الدستور في جلسة خاصة. انعقدت الجلسة نهار اليوم بحضور عدد كبير من أعضاء السادة النواب، وحصل نقاش حول آلية انتخاب لجنة الحوار وأيضا الثوابت اللي يجب أن تذهب من أجل هذه اللجنة، وأعطينا فرصة حتى الأسبوع القادم لكي تتم عملية اختيار اللجنة بالتوافق دون مغالبة أو دون إجراء تصويت قد تترتب عليه بعض المشاكل حتى تراعى الجغرافيا وتراعى تقسيمات الليبيا وأيضا التوجهات الموجودة عند السادة النواب، وبالتالي أعطينا فرصة حتى الاثنين القادم حتى يتم انتخاب لجنة الحوار، وأيضا التأكيد على الثوابت التي يجب أن تلتزم بها هذه اللجنة، وأكدنا على أن لا تقوم بشيء ولا توقع شيء حتى تعود إلى مجلس النواب. وأيضا في القرار اللي يصدر بتشكيل اللجنة سيتضمن هذا القرار المهام المنوطة بهذه اللجنة. وبالتأكيد حقيقة لجنة هيئة وضع مشروع الدستور تأخرت كثيرا، قربت الآن على 3 سنوات لم تقوم بشيء بسبب الخلاف بين أعضائها وعدم حضور البعض وأيضا صعوبة توفر النصاب بين هذه اللجنة. المصلحة تقتضي الآن إعادة النظر في هذه اللجنة. دعوت السادة أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لإعادة النظر في إعادة تشكيل هيئة من قبل مجلس النواب تكلف بإعداد مشروع الدستور في خلال مدة لا تزيد عن شهر أو شهرين حتى نستطيع
الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة حتى نخرج من هذا المختلق الذي فيه البلاد. وفي إطار الجهود المصرية للدعم فرص تحقيق التوافق بين الفرقاء وتسوية الأزمة الليبية، كشف بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة عن لقاء جمع اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوفد من أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين عام 2012. واستعرض اللقاء بحسب البيان نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، حيث أبدى الوفد دعمه للجهود وآليات المقترحة للخروج من حالة الجمود الراهنة وفقا لمخرجات الاتفاق السياسي وما سبق الاتفاق عليه باللقاءات القاهرة، مع إبداء استعدادهم للمشاركة والتفاعل مع كافة الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بتسوية النزاع. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. البريغا تبحث آلية العمل داخل بلديتها. مالطا تطالب بزيادة التمويل لإعادة المهاجرين من ليبيا. معيتيك الاتفاق السياسي ركيزة لحل الأزمة في ليبيا. ترامب سنقتلع داعش من جذوره. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. اجتمع في مدينة البريغا أعضاء من المجلس البلدي للمدينة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لوضع آلية عمل تكفل التعاون المنظم بينهم. من أجل مناقشة العراقيل التي تواجه عمل المنظمات والمؤسسات التي حالت دون سعيهم في تحقيق تنمية مكانية مستدامة في كافة مناطق البريغا، دعا المجلس البلدي لبريغا 7 مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني لاجتماع لأجل خلق جسر للتواصل بين المؤسسات والمجلس البلدي لبريغا. إيمانا منا بدور مؤسسات المجتمع المدني، جاء دعوة المؤسسات لهذا الاجتماع وذلك لخلق جسر تواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والبلدية البريغا وكذلك القطاعات التابعة للبلدية حتى يتسنى لنا التعامل مباشرة مع هذه المؤسسات بحكم أنها تتعامل مع الشارع مباشرة. تنسيق من شأنه تقريب وجهات النظر بين هذه المؤسسات التطوعية والحكومية وإزالة اللبس فيما بينها. طبعا هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق ما بين المجلس البلدي بريغا وكذلك مكتب الإعلام والثقافة بريغا مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة بريغا وضواحيها. طبعا كما تعرفون وكما يعرف المتلقي بأن مؤسسات المجتمع المدني في كافة مناطق ليبيا بحاجة إلى إعادة تنظيم، بحاجة إلى إعادة صقل حتى لا تفقد البوصلة. كان الاجتماع عبارة عن جسر تواصل بيننا وبين المؤسسات ومتابعة لهم لوضعهم على الخط الصحيح للعمل. تم بداية الاجتماع تعريف عن كل مؤسسة وبالإضافة إلى طرح المعرقلات لعملهم. مجلس أبدى استعداده في تلبية احتياجات هذه المؤسسات ودعمها بشرط تقديم مشاريعها الخيرية وأفكارها للنهوض بمدينة البريغا وضواحيها، حيث كان الهدف الأساسي تعاون كل هذه المؤسسات وخلق حلقة تواصل لتذليل كل الصعاب التي واجهتها في السنوات الماضية. نبدأ ملفنا العربية والدولية من العراق، حيث تمكنت الوحدات المشتركة من قطع آخر طريق رئيسي للخروج من الموصل معقل التنظيم داعش، لتكمل بذلك سيطرتها على طرق الوصول إلى المدينة من الشمال الشرقي. ونقلت رويترز عن أحد قادة الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش إن جنوده أصبحوا على بعد كيلومتر واحد من بوابة شام المدخل الرئيسي للمدينة، ويربط الطريق الموصل بتل
جعفر، وهي معقل آخر لداعش على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب ثم إلى الحدود السورية. التقدم الميداني يتزامن مع إقرار زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في خطاب وجهه لأنصاره في المناطق التي يسيطرون عليها بهزيمة التنظيم في المعارك الأخيرة. البغدادي الذي وجه خطابا سماه خطبة الوداع إلى المقربين منه ووزعها على الخطباء لشرح ما يمر به التنظيم، دعا أنصاره إلى التخفي والفرار إلى المناطق الجبلية، مطالبا إياهم بأن يفجروا أنفسهم عند محاصرتهم من قبل القوات العراقية وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. ويترافق التقدم الميداني مع موجات نزوح جماعية تشهدها المناطق المحاذية لغرب الموصل وصولا لمناطق تسيطر عليها القوات العراقية. حملوا ما تيسر من متاع وصاروا يجرون صغارهم في قوافل لا يبتغون إلا حياة باتت في ديارهم مستحيلة. نتنظم نتجوع، اقسم بالله العظيم اني نزحت، اني بيتي شفت طحين ما عندي، قصف هاونات والحالة ما يونس زين. اعتبر بيتي نزبت منه هزيمة بتشون بتت ثلاث ايام من هذا الهاونات. مئات من المدنيين العراقيين فروا من اخر معقل للدواعش غرب الموصل، ووصلوا بعد مسيرة مضنية في الصحراء لخطوط القوات العراقية. وصلت أعداد النازحين ما يقارب إلى 700 إلى 800 نازح من مناطق المامون ومناطق حي التقطيع والمناطق اللي دهمتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق وادي حجر. قهر ليس كمثله قهر، فهؤلاء الفارون بأرواحهم فقدوا أحبة وأقرباء في حرب مستعرة بدأت ولم تنتهي. ولا يا الولي ولا ولا عرف يصل ولا، وغازي مطعون ومخمور وبنتوب بظهرها، ولا على الولي ولا صلاح فيصل، صلاح فيصل لجبيتي صلاح فيصل. هذا هو حالهم، يفترشون الأرض صغارا وكبارا ويتسولون مساعدات بالكاد تكفي أعدادهم المتزايدة. المساعدات اللي نقدر نأمنها أو نعطيها للنازحين هي المساعدات اللي تجينا من منظمات الإغاثة ومن وزارة الهجرة والمهجرين. حقيقة المساعدات هو ما يكفي لأعداد النازحين، أعداد النازحين جدا ضخمة، المتوفر عندنا أعداد جدا قليلة، وإحنا نطلب المساعدة من المنظمات الإسلامية أو غيرها حتى تساعدنا في إغاثة هذا العدد. رحلة محفوفة بالمخاطر ومصاعب جمة يعايشها الفارون من جحيم داعش إلى بؤس، ينتظرون على أحر من الجمر أن يولي ولا يعود. في سياق ذاته قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن الأوضاع الإنسانية التي تشهدها مدينة الموصل والعمليات ضد تنظيم داعش هي أسوأ من تلك التي كانت في حلب السورية، وذلك بعد ساعات من استخدام موسكو حق النقض الفيتو الذي أنقذت به الحكومة السورية من عقوبات بمجلس الأمن. ونقلت وكالة الأنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان لافروف قوله: نحن نذكر بشكل دوري شركائنا الغربيين لأن الوضع الإنساني هناك أكثر خطورة بكثير من ذلك الذي كان عليه في شرقي حلب. وأكد الوزير الروسي أنه ليس هناك من شك في استخدام المسلحين المواد السامة، معربا عن أسفه لرفض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق من هذه المعلومات. نتحول إلى واشنطن، ففي خطاب استمر لمدة ساعة أمام الكونغرس بمجلسيه جدد الرئيس دونالد ترامب عزمه العمل وحلفاء بلاده لاجتثاث تنظيم داعش من الأرض. ترامب تحدث عن تدابير صارمة حول الهجرة تشمل إصلاحا تشريعيا دون أن يأتي على ذكر تطبيع أوضاع المقيمين بشكل غير شرعي، مقترحا أن يستبدل النظام الحالي بنظام يقول على الجدارة على غرار ما تطبقه كندا وأستراليا. وأضاف بأن الذين يريدون دخول الولايات المتحدة مستقبلا يجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم ماليا حتى لا يستنزفوا موارد البلاد التي يجب أن توجه لإعادة بناء الجيش ودعم الفقراء وإصلاح قطاع الصحة الذي أفسده نظام أوباما كير بحسب وصف الرئيس.
وغير بعيد عن ذلك، قالت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين في إدارة ترامب لم تكشف عن أسمائهم إن الأمر الجديد الذي سيصدره ترامب بشأن الهجرة سيحذف العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظرا مؤقتا على السفر إلى الولايات المتحدة. وأضافت الوكالة أن 4 مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية اللتين حثتا البيت الأبيض على حذف العراقي من قائمة الحظر نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على داعش. نبقى في الشأن الأمريكي، حيث تعهد المرشح الرئيس ترامب لمنصب مدير المخابرات القومية بدعم تحقيق شامل بشأن أي محاولات روسية للتأثير على انتخابات الرئاسة في 2016. ووعد دان كوتس السناتور السابق وعضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأن تطلع اللجنة بشكل كامل على كل الوثائق والمواد الأخرى الضرورية من أجل التحقيق، مؤكدا في ذات الوقت أن بعض الأنشطة الروسية والصينية والكورية الشمالية تشكل تحديا رئيسيا للبلاد. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أبرم الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عقدا بقيمة يرجح أن تكون قياسية مع دار بين غوين راندوم هاوس للنشر لإصدار كتاب لكل منهما، فيما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن دار النشر التي لم تكشف عن قيمة العقد وافقت على دفع أكثر من 60 مليون دولار لضمان حقوق الكتابين. وكان سلف باراك أوباما في البيت الأبيض جورج بوش الابن حصل على 10 ملايين دولار عن كتاب مذكراته حسب ما تفيد وسائل إعلام أمريكية عدة. قبله نال الرئيس السابق بيل كلينتون 15 مليون دولار عن سيرته الذاتية ماي لايف. وسبق لأوباما أن أصدر كتابي مذكرات وقد تابعت أكثر من 3 ملايين نسخة منهما في الولايات المتحدة فقط. في اليمن، أطفال انتزع الحوثيون طفولتهم وحولوهم لمقاتلين يواجهون خطر الموت في خطوط القتال الأمامية. في اليمن، أطفال اغتيلت طفولتهم على أيدي من لا يرحم ليبات وقود معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل. صغار لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما غادروا مقاعد الدراسة بفعل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، فانتزعهم الحوثيون من أسرهم وزجوا بهم في خطوط النار حيث يواجهون خطر الموت. هذا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم، وفيه دلائل جديدة على إقدام الحوثيين على تجنيد صغار في الخطوط الأمامية للقتال. تقرير المنظمة الذي اعتمد على أسر 4 أطفال جندهم الحوثيون خلال الشهر الحالي نقل عن شقيق أحد الصغار المجندين قوله إن الحوثيين يطوفون بين البيوت لتجنيد الأطفال، وإذا قتل أحدهم فإن الجماعات الحوثية تمنح أسرته راتبا شهريا يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف ريال يمني. تصرفات مريعة وصفتها المنظمة الدولية في تقريرها بالخرق المخزي والمشين للقانون الدولي، فيما تحدث شهود عيان لطاقم أمانستي عن مراكز محلية تعقد أنشطة وخطبا ومحاضرات يتم خلالها تشجيع الأولاد على الانضمام لصفوف الحوثيين في معاركهم. حديث المنظمة الدولية عن تجنيد الأطفال اليمنيين ليس بجديد، فوكالات الأمم المتحدة وثقت منذ مارس من العام 2015 ما يقرب من 1500 حالة من حالات الأطفال المجندين. صغار مغرر بهم جردهم المقاتلون في طفولتهم وجعلوا منهم جنودا على خطوط النار في اليمن في انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، فهل من منقذ لصغار لا ذنب لهم إلا كونهم أبناء يمن كان سعيدا؟ والآن جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية.
مشاهدينا لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين. مالطا تطالب بزيادة التمويل لإعادة المهاجرين من ليبيا. معيتيك الاتفاق السياسي ركيزة لحل الأزمة في ليبيا. ترامب سنقتلع داعش من جذوره. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك صفحة القناة على تيليجرام. إلى اللقاء.